السلام عليكم، معكم ميمون وآسف على التأخير. بعد أن قررت أن أعود للقناة بنشاط، أتت الاختبارات الجامعية ولن أكثر الكلام. سنستمر في بناء مود قصة بالاس والذي اسمه تغير من جي تي اي بالاس إلى جي تي اي سان أندرياس بالاس مود، حتى لا أواجه مشاكل في المستقبل وحتى لا يعتقد الناس بأنه جزء جديد ويطلب مني أن أفعل أشياء مستحيلة. أنا صنعت 4 مهام جديدة وكنت أن أختنق من الملل. ملاحظة، قصة المود خاصة بالمود فقط، وهي تخيل لأحداث التي كانت من الممكن أن تحصل قبل بداية جي تي اي سان أندرياس. سوف أعمل على فيديو مشترك مع أحد أصدقائي وهو يوسف. نشرت أحد فيديوهاته في السابق، حقائق عن السايلنت هيد، وهو ينشر الكثير في الوقت الحالي. سوف نعمل على أكثر الأسرار المرعبة في ألعاب الفيديو وأتمنى أن يعجبكم. أول شيء فعلته هو التركيز على بناء أحداث مقنعة، وفي هذا الفيديو سوف أقوم بحرق جميع المهمات، لهذا إذا كنت تريد أن تجرب المود فجربه أولا ثم شاهد الفيديو. عادة ما تكون المهام متتالية، عندما تنتهي من المهمة الأولى تنتقل إلى الثانية، ولكن الآن سوف أعطيك إمكانية الاختيار بين اثنين، إذا أنجزت كليهما سوف تظهر واحدة جديدة. الأولى كانت خاصة بجيمس بما أنه مختص في السيارات، سيكتشف بأن أحد الأغنياء يمتلك سيارة نادرة ويطلب من ألبي المساعدة في سرقتها. سوف تلاحظون بأن سايبر بلون بني وليس باللون الأخضر، الأمر متعمد لأنها الآن لم تعد خضراء بعد. يصلان إلى المكان، وفي تلك اللحظة يغادر مالك القصر على متن سيارته، وبسبب طمع ألبي يقررون سرقة المبنى بكامله، وفي الداخل يقضي على الحراس ويقتل شقيق أحد أهم الأعضاء في المافيا الروسية. يفتحون الخزنة وينطلقا على السيارة حتى يبيعها جيمس فيما زاد لاحقا. قدرة ألبي في فتح الخزنة بسهولة لها علاقة بماضيه في مدينة فاي سيتي عندما كان يعمل لفترة قصيرة مع تومي. اخترت هذا القصر ليكون مسرح الحدث لكونه في موقع مناسب، فهو يقع في الأحياء الغنية، كما أن هذا الجزء لم يلعب دور كبير في القصة الأصلية. أما المهمة الثانية من التحديد فلها علاقة ببيك سموك، أول محاولة له للخيانة، تماما كما لمح في المشهد السينمائي الذي نشرته روكستار. هنا سوف يحاول أن يقابل كين قائد البالاس، ويتفق على أن يتولى بيك سموك السيطرة على الجروف ستريت مقابل الخضوع للبالاس وتسليم معلومات عن تحركات سويت وأهم أفراد العصابة مثل ليتل ديفل وبيك ديفل. هؤلاء هم شخصيات مقتولة قبل وصول سي جي، اكتشفنا ذلك من سويت عندما تحدث عنهم في المقبرة. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. لذلك من الواضح أن مقتلهم سوف يكون على يد ألبي. بهذه الطريقة ربطت الأحداث الخاصة بالمود مع الأحداث الحقيقية. القضاء على سويت والبقية كان سوف يضعف جروف ستريت كثيرا، ويبقى بيك سموك في السلطة متحركا حسب أوامر البالاس. بالإضافة إلى أن رايدر كان هناك ولكنه فقط تم استغلاله من طرف بيك سموك. يتحدث هناك عن إمكانية وجود سويت وليتل ديفل وبيك ديفل في اجتماع مهم، فرصة مناسبة جدا للانقضاض عليهم جميعا. يتسلل ألبي من الداخل من خلال السطح ويقضي على جميع الحراس بما فيهم ليتل ديفل، ويلود بيك ديفل بالهروب إلى أن يصل كين وجماعته ويسدون طريقه. بعد تصميم المهمة 2 سأنتقل إلى المهمة التي سوف تفسر سبب اللون الأخضر لتلك السيارة. بعد الفشل في قتل سويت لأنه لم يحضر في الاجتماع، خطرت في كان الفكرة في أن يجعل من الجروف ستريت محاصرة أكثر، وهذا من قبل الفاغوس. إذن كيف سوف يفعل ذلك؟ وهنا يأتي دور جيمس الذي ينطلق هو وألبي متنكرين بملابس الجروف ستريت مع سيارتهم الخضراء لقتل أحد أهم أفراد عصابة الفاغوس والتأكد من ترك شهود على الحادثة، وهذا لإعطاء سبب وجيه للعداوة وبين العصابتين. من المفترض أن يلبسوا أقنعة حتى لا يتعرف عليهم أحد. حاولت فعل ذلك على بلندر ولكن اللعبة كانت تتوقف مع كل محاولة، وسوف أحاول أن أحل هذه المشكلة في التحديث القادم. أما المهمة الرابعة فهي الأغرب، أردت أن أتخلى عن الإنغماس في القصة وأعطي حرية للاعب في تجربة شيء جديد. بدلا من محاربة العصابات طوال الوقت سوف أفعل ما فعله المطورين في جي تي اي فاي سيتي أو جي تي اي سان أندرياس أو حتى فاي سيتي ستوريز تقريبا كل الأجزاء. ألبي الذي ولد في لوس سانتوس وعاش
طفولته هناك مثل سيجي تقريبا، ألبي من فاي سيتي والذي كان يعمل عند تومي المالك لأكبر استوديو هناك. بالتأكيد سوف يكون له بعض المعارف مع المخرجين السينمائيين. يتلقى اتصال من صديقه القديم المخرج السينمائي ويطلب منه أن يعمل عنده حتى يمثل في إعلان لمشروب سبرانك. المشاهد السينمائية ناقصة نوعا ما، والشخصية لم يتم تصميمها بعد لأنني لم أقرر هل سوف يكون المخرج من أصول إفريقية مهووس بالفن أو هيبي غريب الأطوار. تستطيع أن تعطيني اقتراحك؟ كونه غريب الأطوار يفسر تماما سبب رقصه أثناء المقابلة. في المهمة سوف تقاتل مجموعة من الزومبي بسيف كاتانا وأنت لابس لبس جندي لإنقاذ هذا صاحبة الرأس المربع. بعد مقاتلتهم سوف يشرب البطل المشروب، هذا هو هدف الإعلان، ثم يقاتل العدو الأخير وتنتهي المهمة. قررت أن أضع بعض الأشياء الإضافية، هدف جديد أجعلك تطلق الرصاص على سرب كبير من الزومبي بالمينيغون، قد أفعل ذلك أو ربما لا. وهذه هي المهمة الأربعة، ثلاث مهمات جدية ومهمة واحدة الممتعة. بالتأكيد أثناء العمل صممت بعض الشخصيات، البعض منها كان مصمم مسبقا، هناك ليتل ديفل وبيك ديفل والزومبي، بالإضافة إلى اللون الأخضر الخاص بجيمس وألبي. لم يكن الأمر معقد، عدلت على الصور فقط، وهناك أيضا التصميم الخاص بألبي وهو يلبس اللبس العسكري. ثم انتقلت إلى تصميم بعض الأسلحة مثل ما فعلت في السابق مع سنايبر. هذا كل شيء، يعتبر هذا التحديث هو الأكبر مقارنة بالسابق، والطريق طويلة ليس كثيرا، ربما فيديو أو اثنين وتنتهي السلسلة. بالإضافة إلى تحديث قادم على خرائط فورتنايت، في واحدة من الخرائط التي صممتها سيجربه العديد من اليوتيوبر بما منهم مستر طلول من العراق، وهو ينشر محتوى متنوع عن ألعاب الفيديو. سوف أضع رابط قناته في الوصف. الله وبركاته وياكم، أبطل من قناة مستر طلول، رجعتكم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطعنا اليوم تقييم اليوتيوبر العربي. نزلت هاي اللعبة الجزء الأول مالتها بسنة 1996. الشخصيات مثل ما تشوفون، أنا ما مجربها كلها الصراحة. خلنا ناخذ هذا. حلو. شلون تغلب ضبطتها نشبر. تعال. تستطيع أن تجد مقالة تتحدث عن قصة مود بالاس، ولكن المقالة لن تكون كاملة بشكل متعمد حتى لا أحرق القصة، ومع كل تحديث سوف أضيف المزيد عليها. ستكون هناك مقالات عديدة من الكتاب منهم أحمد، وهذه هي قناته الخاصة، رابطها في الوصف، والعديد منكم يعرفه لأن مقالته حصلت على عدد كبير من الزيارات في الموقع. كان هذا كل شيء، ألقاكم قريبا يا رفاق. Okay.